Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le club est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour cette conférence de presse historique organisée dans le cadre de la présentation officielle de Léo Messi. Vous aurez d'ici quelques instants la possibilité de poser vos questions en rapport avec l'objet de cette conférence en français, en anglais. ستكون يكون المؤتمر بالفرنسي والإنجليزي والإسباني ونعطي الكلمة للسيد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان. شكرا أهلا بالجميع. سأتكلم باللغة الإنجليزية. وهذا جيد أفضل لليو لأنه يفهم الإنجليزية. أنا سعيد جدا وفخور بأن أقدم لكم ليو ميسي كلاعب في باريس سان جيرمان، وهذا يوم تاريخي ومذهل بالنسبة للنادي وبالنسبة للكرة العالمية ولعالم كرة القدم. الجميع يعرفون ليو وهو لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز 6 مرات بالكرة الذهبية، وليو جعل كرة القدم سحرية وهو يفوز بالألقاب، وسيكون ذلك يوفر المتعة لمحبي كرة القدم ولمشجعي باريس سان جيرمان. واليوم مذهل ما نحاول أن نحققه مع ليو للنادي وللمشجعين. في اليوم الأول بدأ يومه الأول هنا، وقبل 10 سنوات كان هناك ناس يتساءلون عما سنفعله في مشروعنا. كان لدينا طموحات وما يزال لدينا طموحات ومشاريع في كرة القدم، ونحن فخورون بالمستوى الذي وصلنا إليه اليوم. وليس هناك سر في أن هذا الاتفاق مع أفضل لاعب في العالم، وكان لديه رغبة في أن يتم هذا. وليو، أود أن أشكرك وزوجتك ووالدك وفريق عملك على هذه الموافقة وهذا العقد والعلاقة التي بيننا لا يعرفها كثيرون، ولكن نحن فخورون بك. وأنا أتكلم عن مشاعري وليس لدي أي كلمة مكتوبة. أن نحن نقوم بعمل وأنت ستقوم بعمل ممتاز للنادي وللمشجعين، وشكرا لك يا جون كلود لوجودك هنا وجميع من عملوا في الكواليس لكي تتحقق هذه الصفقة. كذلك أود أن أشكر جميع شركائنا التجاريين، ونحن ممتنون لهم لدعمهم مشروعنا منذ اليوم الأول، ونحن لن نتخلى عنهم لأننا نعرف ما هي وجهتنا. واليوم لحظة رائعة نعيشها، لكننا لم نفز بشيء. هذه هي البداية، والعمل الجاد سيبدأ اليوم في الملعب قبل كل شيء وفي أرضية الميدان، وكذلك جهود خارج الملعب. لدينا هنا إلى جانبي لاعب فاز بالعديد والعديد من الألقاب، ونود أن يستمر في الفوز بالألقاب لهذا النادي. ولدينا فريق رائع اليوم، عدد من أفضل اللاعبين في العالم، والمدرب أيضا أحد أفضل المدربين في العالم وفريق عمله أيضا. سوف أترك الكلمة الآن لليو، ونحن رسميا نرحب بك يا ليو في باريس سان جيرمان وأسرتك أيضا، ويمكن أن يرى أطفالك هم سعداء بوجودهم هنا، لقد قالوا لي ذلك، وهي المدينة المفضلة لديهم هي باريس. شكرا.
بحضوركم هنا. شكرا. ننتقل إلى الأسئلة والأجوبة. صباح الخير ليونيل من وكالة الأنباء الفرنسية. ما هو شعورك لفكرة أن تلعب إلى جانب نيمار وكيليان مبابي؟ في الحقيقة هي سعادة كبرى، وبكل تأكيد كما حدث من قبل أن أتقاسم هذا اليوم والوقت إلى جانب هؤلاء اللاعبين الرائعين، وأعتقد أن لدي رغبة كبيرة الآن أن أبدأ في التدريبات وأن أنافس، وأعتقد أنني سأنافس جنبا إلى جنب مع أفضل اللاعبين، وأعتقد أنه سيكون رائعا أن نعيش يوما بيوما في هذه المرحلة. مرحبا ليو من صحيفة لو باريزيان. متى تعتقد أنه يمكن أن تلعب دقائقك الأولى في الدوري الفرنسي؟ لا أدري بالتحديد، أنا أعود الآن من الإجازة وكنت متوقفا لفترة، والآن قابلت المدرب والمساعدين، لا أدري حتى الآن. بكل تأكيد يجب أن أقوم بتحضير أو استعداد لقبل الموسم، ولكن يجب أن أبدأ فقط في التدريب، وعندما أكون مستعدا سأبدأ، ونتمنى أن يكون ذلك قريبا. أريد أن ألعب، لدي رغبة كبيرة، ولكن لا يمكنني أن أقول لك تاريخا محددا، ولكن أريد أن أبدأ في التدريبات، وسيحدد المدرب ومساعديه اللحظة التي سأبدأ بها. من صحيفة ليكيب، تحدثت عن فرحتك لوجودك لباريس. ما هو الشعور الأقوى؟ هل هو الحزن لفراق برشلونة أو الفرح لقدومك إلى باريس؟ كل الأحاسيس، كل ما حدث في هذا الأسبوع الأخير بكل تأكيد كما قلت أنت ووصفته خير وصف، كانت مرحلة صعبة جدا ومليئة بالأحاسيس، ولا يجب أن ننسى أيضا ما عشته، لأن هذه الأمور لا تتغير بين يوم وليلة. وبكل تأكيد لكل ما حدث لي ولأسرتي، ونحن سعداء جدا أن نكون هنا. وأيضا هذا الأسبوع ربما مررت بكل هذه المشاعر، وقمنا بالتأقلم وتقبلنا هذه الأحاسيس. ليس هناك أحد أو شخص في العالم مستعد لتحمل كل هذه الأشياء في فترة قصيرة. مرحبا ليو. نصر الرئيس، نعرف أن هنا باريس وحلم باريس هو أكبر وأكبر. إلى أي مدى يمكن أن تصل حدود هذا الحلم؟ رأيتم أن الباريسيين انتظروك 3 أيام ربما أكثر، وهناك من منذ الساعة 3 صباحا ينتظر طائرتك. ما هي الرسالة التي توجهها إلى الباريسيين وإلى عشاق كرة القدم في باريس وفرنسا؟ أعتقد أن هدفنا هو أن نفوز بكل مباراة وبكل لقب نلعب من أجله. بطبيعة الحال مع ليو نكون قريبين، ولكننا لم نفوز بأي شيء بعد فيما يتعلق بالكرة الأوروبية. نحتاج إلى العمل وإلى الفوز بكل مباراة لكي نفوز بالألقاب التي نريد الفوز بها. عقلية الفوز والانضباط، هذا هو المهم.
حسنا، كما قلت من قبل أنا ممتن جدا للجميع الذي استقبلني هنا. كان شيئا جنونيا منذ أن خرجت من برشلونة. الجميع حتى قبل وصولي بيومين الجميع كان هنا في كل مكان مستعدا لاستقبالي، والجميع خرج إلى الشوارع وكأنني في طريقي إلى باريس. فقط أوجه لهم الشكر والامتنان، ونتمنى أن نتقابل قريبا وحيثما قابلتهم في المدينة وفي الملعب. نتمنى أن يكون موسما رائعا بالنسبة لهم وبالنسبة لنا على المستوى الرياضي أيضا. من تلفزيون فرنسا، أهلا بك إلى باريس. شكرا باريس على هذا التعاقد. بالنسبة لكيليان مبابي، هناك أسئلة كثيرة. ماذا عن مستقبل كيليان مبابي في باريس؟ الجميع يعرفون مستقبل باريس. هو باريسي وهو لاعب في باريس، وهو له عقلية الفوز، وقال ذلك علنا إنه يريد أن يكون في الفريق. الآن لدينا قدرة على المنافسة وليس لديه أن رغبة في أن يفعل أي شيء آخر. مساء الخير، صباح الخير ليو أنتونيو تور من وكالة إفي. أنت فزت بأربع ألقاب في دوري الأبطال، ماذا يحتاج النادي للفوز بلقب الدوري الأوروبي؟ ليس بالأمر السهل بكل تأكيد. في بعض الأحيان يمكن أن يكون لديك أفضل فريق في العالم ولا تفوز بهذه الكأس. كرة القدم دائما تعتمد على هذه التفاصيل الصغيرة. نعرف جيدا أن دوري الأبطال وباريس سان جيرمان يعرف أيضا أنه كان قريبا في السنوات الماضية للفوز، وكان لديه فريقا رائعا ولم يتمكن، ولكنه اقترب كثيرا. هي منافسة تجمع أفضل اللاعبين في أوروبا، ومن الصعب جدا الفوز بهذا اللقب. ماذا ينقص أي فريق؟ لا أدري، ولكن يجب أن يكون لديك فريقا متحدا. و أيضا بدون أن أعرف حجرة الملابس هنا ومن الخارج، أعرف أن لديهم هذه الروح، وأيضا تحتاج إلى الحظ في كرة القدم، ودائما تبحث أيضا عن الحظ، وهذا دائما شيء مهم. ولا يفوز الأفضل دائما. في بعض الأحيان أفضل الفرق في العالم لم تفز بهذا اللقب لأنها منافسة خاصة، وهذا ما يجعلها منافسة مميزة وجميلة ومهمة. الجميع يبحث عن هذا اللقب. مرحبا ليو من قناة البلوس. كيف سيمكنك أن تفيد فريقك الجديد بالخبرة؟ وبالنسبة للرئيس بوجود ميسي، هل إن باريس هو المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال؟ حسنا، أعتقد أن لديه تشكيلة رائعة من اللاعبين، وبنى فريقا قويا، وخاصة هذا الموسم. وكما قلت من قبل، اقترب كثيرا في السنوات الماضية للفوز بلقب دوري الأبطال، وأنا هنا لكي أساعد الفريق وأن أعطي أفضل ما لدي. أتي لهنا برغبة كبيرة وبأحلام، في ودائما قلت أن حلمي الآن هو رفع هذه الكأس مرة أخرى، وأعتقد أنني في المكان المناسب لكي أحقق هذا الهدف. أعتقد بالنسبة لكل المرشحين لدينا فريق ممتاز طبعا، ولكن إلى حد الآن لم نفز بهذا اللقب، وعلينا أن نجتهد للفوز بكل مباراة. في العام الماضي كنا في الطريق الصحيح حتى نصف النهائي، وكما قال ليو هذه هي كرة القدم، وليس من السهل الفوز بدوري الأبطال. نحن نفكر في كل مواجهة على حدة، نود أن نسير الطريق إلى النهاية، ولكن الآن لدينا الدوري الفرنسي، ومنذ 15 سبتمبر سوف نبدأ
بالتفكير في دوري الأبطال، ومن السهل أن نقول أننا مرشحون، ولكن علينا من المؤكد أن ذلك هدفنا، ولكن نحافظ على هدوئنا، وبعد ذلك نحتاج إلى العمل والعمل المتواصل. إيزابيل بايار من بي إن سبورت. أنا سأحاول أن أتحدث باللغة الإسبانية. قبل 4 سنوات عندما غير نيمار من برشلونة إلى هنا وصفوه بالمجنون، ولكنه وصل إلى باريس وبكل تأكيد الفريق بدأ في التطور والتغيير. هل تعتقد أنه قرارا صائبا أن تختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان؟ وأيضا كيف كانت حديثك مع نيمار، وماذا قلتم لبعضكم البعض؟ من الواضح أن كنت دائما أبحث عن معرفة اللاعبين، وعندما تنظر إلى تشكيلة اللاعبين هنا في باريس سان جيرمان تحلم بتحقيق الأفضل، وهناك إمكانية كبيرة لتحقيق الأهداف والفوز بالألقاب. باريس سان جيرمان وأنا نبحث عن نفس الهدف، وكنا نبحث عنه ونحن منفصلين في فرق مختلفة. نتمنى الآن ونحن متحدون أن نحقق هذا الهدف. نعم، أن أتعرف على اللاعبين. أعرف نيمار وأعرف دي ماريا، وأود أن أعرف كل اللاعبين. وفي بعض الأحيان تقابلت مع بعض اللاعبين، وأعتقد أن هذا دفعني كثيرا لكي أنضم إلى هذا النادي. مرحبا ليو من أوروبا. بصرف النظر عن مباريات دوري الأبطال التي لعبتها ضد فرق فرنسية، ماذا تعرف عن الكرة الفرنسية وعن النادي في الدوري؟ هل تعرفون فرق ولاعبين وأيضا التنافسات في الدوري الفرنسي؟ نعم، من الواضح كنت أتابع الدوري الفرنسي. لدي أصدقاء في باريس، وكنت أشاهد مباريات باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي. أعتقد أنه تطور كثيرا في السنوات الماضية، وأيضا ساهم باريس سان جيرمان كثيرا في تطور هذا الدوري، وبكل التعاقدات وكل النجوم الذي أتى بهم إلى هذا الدوري. وبكل تأكيد أيضا هناك تعزيز للفرق الأخرى. بكل تأكيد باريس سان جيرمان يريد أن يفوز بلقب الدوري. هذه هي تجربة جديدة، هذا مكان جديد، فرق منافسة جديدة بالنسبة لي، ولكن في نفس الوقت أنا سعيد جدا لكي أكون هنا. صباح الخير من ميديا ست من إسبانيا، ونهنئك ليو بانضمامك إلى باريس سان جيرمان. نراك مبتسما اليوم على غير ما رأيناه عندما كنت في برشلونة. ماذا تقول لجمهور ومحبي برشلونة؟ الجميع يشاهد هذا المؤتمر الصحفي، والجميع يشعر بالحزن، وجميعهم لا يتمنون أن يواجهونك هنا في مباريات دوري الأبطال. هل تود أن تتفادى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال أيضا؟ وماذا تقول لهم؟ بكل تأكيد قبل رحيلي ولم أكن أعرف وجهتي، دائما محبي برشلونة، دائما أنا ممتن للحب الذي شعرت به منذ صغري في برشلونة. سنوات طويلة وعشنا أياما رائعا وسنوات رائعة، وكانوا يعرفون أنني في نهاية الأمر سأنضم إلى فريق قوي لكي أحقق دور الأبطال. وبكل تأكيد كما قلت في المؤتمر السابق، أنا لدي عقلية انتصارية، أود الفوز وتحقيق الألقاب، ولم يكن لدي أي شكوك أن باريس سان جيرمان لديه نفس الأهداف التي أريد تحقيقها.
وأود أن أواصل وأساهم في وضع باريس في القمة. إذا حدث وتواجهنا مع برشلونة سيكون من جانب شيئا رائعا أن نعود إلى برشلونة، ونتمنى أن يكون هناك جماهير في الملعب. وفي الجانب الآخر أعتقد أن سيكون شعورا غريبا أن أعود إلى بيتي بقميص مختلف، ولكن هذا عالم كرة القدم وهذه الأشياء تحدث وسنرى. صباح الخير ليو، وصباح الخير السيد الرئيس من إيطاليا. دائما كانوا يقولون أنك لم تخرج من مكانك المعتاد. الآن هل ليو الذي كان يلعب في فريق الناشئين في نيو ويلز وكل أحلامك، هل حلمت بهذه اللحظة؟ وسؤال إلى الرئيس، متى بدأت في أن تستوعب أن هذا الأمر كان سيكون ممكنا وأن تحمل ليو ميسي إلى باريس مع ليوناردو؟ من الواضح أن الأمور تغيرت كثيرا، كنت أترعرع وتطورت كثيرا كإنسان وكلاعب كرة قدم في هذه السنوات، واكتسبت تجارب كبيرة، تجارب جيدة وسيئة كلاعب كرة قدم وكإنسان. وما بإمكاني أن أقوله الآن، أنا لدي نفس الحب ونفس الرغبة. عندما كنت طفلا أعشق كرة القدم، أعشق الفوز، وسأحاول كل ما بوسعي وسأترك كل شيء على أرضية الميدان لتحقيق هذه الألقاب. كما قلت من قبل، كانت رغبة من الجانبين لكي يحدث هذا التعاقد، وكان ذلك سريعا. وعندما قرر أن يغادر برشلونة وتقرر، بدأت المفاوضات والطرفان كان راغبين في التعاقد وحصل ذلك. نيل بي بي سي. سؤال للرئيس ثم لليو. بالنسبة للرئيس، هناك الكثيرين يتساءلون كيف يمكنكم أن تحصلوا على فريق مثل هذا ويكون ذلك متوافقا مع لعب قواعد اللعب النظيف. ما تأثير المكالمة التي كانت مع بوكيتينو، وما الذي أقنعك بأن تأتي إلى هنا؟ بالنسبة للاعب النظيف، شكرا جزيلا على سؤالك، كنت أنتظر هذا السؤال. بالنسبة لنا، نحن نطبق قواعد اللعب النظيف منذ اليوم الأول، ظللنا نحترم هذه القواعد، ونحن ننظر في المتخصصين في النواحي التجارية. وعندما ترون أننا وقعنا، فمعنى ذلك أنه كان لدينا القدرة القانونية على أن نفعل ذلك، وإلا ما كنا وقعنا. وأعتقد اليوم كما ترين، فما يحضره ليو للنادي هو شيء ضخم، وأنتم أيضا الإعلام لا ينبغي أن يركز على ذلك وليس على النواحي السلبية. ما هي الأشياء الإيجابية التي يستفيد بها النادي بتعاقده مع ميسي؟ هو مكسب كبير للنادي، والنادي يزيد من قيمة وجوده من النواحي المختلفة. ويمكن أن أعطيك أرقاما، سوف ترين ما هي إنجازاتنا. وآمل أن تسأل عن الراتب، لكن عملنا بشكل رائع، ونحن دائما نراعي مسألة اللاعب النظيف، المال النظيف. شكرا. كما قلت من قبل، من الواضح أن كل اللاعبين والمدرب
وأيضا عندما بدأت هذه المحادثات والتفاوض، أول شيء قمنا به كان هو التحدث مع المدرب، لأن لدي علاقة معه أعرفه منذ فترة طويلة، وبكل تأكيد نحن من الأرجنتين أيضا، ودائما كان هناك تقاربا بيننا، ومن الواضح أننا تحدثنا بشكل مباشر منذ البداية. وكما قلت وأكرر مرة أخرى، بكل تأكيد المدرب والمساعدين وتشكيلة اللاعبين، أعتقد أن ذلك ساعد كثيرا لتحديد مصيري والانضمام إلى باريس سان جيرمان. الرئيس أنا هنا، مرحبا، تهانينا جاء ليو، وهذا العمل منذ أعوام عديدة وثمرت هذا العمل ليس فقط بي اس جي الذي يستفيد من هذا، سيكون ستستفيد الكرة الفرنسية والدوري الفرنسي. كيف ترون انعكاسات هذا العمل وهذا الانتقال لميسي إلى هنا؟ أعتقد اليوم لا أريد أن أتحدث عنا كثيرا، لكن أعتقد أننا مع الفريق تمكننا من أن ينضم هذا اللاعب الكبير إلينا، ومستوى الدوري سيرتفع أيضا، وحقوق التلفزيون، وأيضا شركاؤنا التجاريون، كل شيء سوف يرتفع، لأن الناس جميعا الآن يريدون أن يروا يشاهدوا باريس سان جيرمان بوجود ميسي، وهذا سينعكس إيجابا على نادينا. رئيس الرابطة وأرسل لي رسالة يشكر على التحاق ليو بباريس سان جيرمان، وأنا أشعر أن هذا التعاقد في مصلحة باريس سان جيرمان، والجميع يعرفون أن ما نفعله ليس فقط للنادي ولكن للكرة الفرنسية ولفرنسا. وأود أن أشكر فينسان لابرون لأنه في كل مرة يدعم الأندية بما فيها نادي باريس سان جيرمان، ونحن محظوظون اليوم بأننا موجودون لكي نعمل، والعمل الجاد سيبدأ اليوم لنا وللنادي وللمدينة وللدوري. وأعتقد أن ما نقوم به للنادي هو ليس للنادي فقط كما قلت، ولكن لكرة القدم الفرنسية بشكل عام. سؤالان أخيران. الرئيس ليو، أهلا بك في باريس. قلت قبل أيام أنك كنت تريد أن تنهي مسيرتك في برشلونة، نعتقد أن التحدي من الناحية الرياضية لا يخيفك، هل أن التحدي الكبير بالنسبة لك بعد أكثر من 20 عاما في برشلونة هو تحدي يتعلق بالدوري الجديد والتغيير الثقافي أيضا والعائلي؟ نعم، في الحقيقة نعم، عندما تحدثنا مع السيد الرئيس كنت أسأل إذا كانت عائلتي ستكون سعيدة. بكل تأكيد من الواضح أنها تجربة جديدة بالنسبة لي، ولكنني مستعد ولدي رغبة كبيرة في نهاية الأمر. كرة القدم هي كرة القدم، لدي زملاء هنا في حجرة الملابس، وأعتقد أن هذا سيسهل علي كثيرا أن أتأقلم بسرعة على زملائي. وأكرر مرة أخرى، أنا سعيد جدا ولدي رغبة كبيرة لبدء هذه الفترة الجديدة، وأن أبدأ التدريبات والتعرف على زملائي، وأن أتواصل معهم، وبعد ذلك أن نتدرب وأن نلعب وننافس وأن نبدأ هذه المرحلة. أعتقد أن كل شيء جديد بالنسبة لي، ولكنني مستعد على المستوى الرياضي والشخصي. أعتقد أنها تجربة رائعة جدا، نحن في مدينة مذهلة ورائعة، وأيضا سنستمتع كثيرا بها، نحن سعداء جدا بتواجدنا هنا.
Bonjour, Alessandro Grandes, Gazzetta dello Sport. Une question pour Messi. سؤال لميسي. قبل أربع سنوات فيراتي كان يمكن أن يأتي إلى برشلونة وستجده هنا في باريس الآن. هل يمكن أن يلعب الدور الذي كان يلعبه تشافي وإنيستا في برشلونة؟ من دون أدنى شك أعتقد أنه أثبت أنه لاعب جائد وأفضل لاعب في هذا المركز في العالم، وفي حقيقة الأمر في برشلونة أحبه كثيرا لسنوات، واليوم ستكون الأمور مختلفة. أنا أتي إلى هنا لكي ألعب إلى جانبه وهو إلى جانبي، وأعتقد أنه لاعب مذهل، عرفته كشخص وكإنسان، وهو فتى رائع، وكما قلت ليس فقط ماركو ولكن بكل تأكيد كل اللاعبين، كل لاعب في مركزه، وأعتقد أنها تشكيلة مميزة من اللاعبين، وأتمنى أن أساعد وأن أساعد هذا الفريق لتحقيق الأهداف لباريس ولنفسي أيضا. Merci à tous. Merci à tous. Je vous prie.